السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا، مع حضرتكم إبراهيم درغام. هنتكلم في الفيديو ده عن تصوير شرايين الرقبة والمخ على جهاز مقطعية توشيبا 160 سلايس. الفحص عبارة عن بوكسين. أول بوكس بناخده بدون صبغة، وبنخطط نفس البوكس بالبداية والنهاية ونفس الحجم للتصوير بالصبغة عشان نقدر نطرح البوكسين من بعض من كلينيكال سبتراكت لاستخراج فيز يحوي الشرايين فقط لسهولة بنائها واستخراج صور ذات جودة عالية، إما عن طريق الجهاز أو عن طريق أي ورك ستيشن ملحقة بالجهاز، وهنشوف ده في الفيديو مع بعض. طبعا في الفحص احنا مجهزين السكاوت اي بي ولاترال، ومجهزين بوكسين نفس الحجم ونفس البداية ونفس النهاية. أول بوكس بيكون وزود كونتراست، زي ما احنا شايفين كده بدون صبغة، مغطي من عند الأورطة قرش لآخر شريان في المخ. بناخد بعدها الاسكان اند فيو على التوشيبا أو سمارت بريب على جي في نص النك، بحيث الارتفاكت بتاع الشولدر ما يأثرش لو الاسكان اند فيو تحت شوية. طبعا البداية بتكون مانوال، بنحقن الصبغة قبل بداية اللايف أو مع اللايف، إن اللايف بياخد 8 ثواني لحد ما يبدأ الفحص، وبتكون عيننا على لقطة الاسكان اند فيو وإيدنا بالماوس على ستارت سكان. طبعا احنا شايفين 8 ثواني لحد ما يبدأ اللايف والماوس على نيكست سكان. بمجرد ما نلمح الصبغة في الكاروتيد بنبدأ الفحص. تمام، دي البداية بتاعتنا. بنبدأ تصوير من نفس المكان زي ما احنا شايفين، ده فيز الشرايين. بعدها ب15 او 20 ثانية بناخد فيس تاني عشان الحالة دي كان مطلوب لها أوردة مخ. تمام، دي وكده النتيجة الفحص النهائية بعد التعامل مع الفيز اللي هيطرح من فيز الصبغة. هنشيل منه الفيز العادي، هيطلع فيز الشرايين اللي بنبني منه الصورة اللي احنا شايفينها دي. دي صورة نيجاتيف. طبعا هنتكلم عن ده في فيديو تاني ان شاء الله لعدم الاطالة، عشان يكون الموضوع خفيف لطيف عليكم ان شاء الله. دي صور 3D كده. يبقى دي طريقة تصوير شرايين الرقبة والمخ على جهاز توشيبا 160 عن طريق سبتراكت. نشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله. معاكم إبراهيم درغام.